الدولة تركز بشهر رمضان على حماية المستهلك وحماية المواطن من الاستغلاليين اللي عم يرفعوا الأسعار للمواد الغذائية والمواد واللحوم والأجبان والألبان، فأصدرت بنود التموين أكثر من تعميم في هذا الخصوص مشان تحديد الأسعار ووقف من حد والحد من أهل الاستغلالي هذول. ونحن يعني عملنا من أول ما بلشنا بلجنة التموين، قمنا بإصدار عدة تعاميم بالأسعار وبالضبوط بهالشيء هذا، عشان والمخالفات عندنا يعني من أول ما بلشنا لليوم يعني كثيرة، مخالفاتنا من 5000 ليرة لل 50000 تضاعف المرة الثانية، ويحال أي شخص يخالف مرة أو مرتين بالقضاء يعني. فإحنا نتمنى من كل أصحاب المحلات والمنشآت تساعدنا لضبط الأسعار بالسوق يعني، من لحوم، من فروج، من أجبان وألبان، من مطاعم، من محلات الحلاقة، محلات الكوافيرات، هلا كلها احنا بصددها، فهمت شلون؟ حتى مغاسل السيارات اللي احنا أصدرنا تعاميم مشان مغاسل السيارات عدم الاستغلال يعني، مشان ما حدا يستغل الناس حتى بالأسعار هي يعني.